خليني اسال اسئله، عندي اسئله 10 دقائق، بعد 10 دقائق بتجاوبيني على هدول الاسئله قبل ما انتقل للبارت الرقص الشرقي. هلا بكره بتعرف بصيروا العالم يقولوا لي انت الوحيده غيرتي لتمام بيه. جاوبيني على هيدا السؤال اليوم، اخرتك خايفه تكون مثل مين؟ كراقصه شرقيه عم بحكي، خايفه تكون اخرتك اخره سيئه؟ ليك واحد عطول بيقولوا لك مش يا اولتي يا اخرتي. صح. مش خايفه لا، انه ليه بدها تكون اخرتي سيئه؟ اوكي. انا لو افترضنا انه ما عملت عائله، انه انا عندي اخواتي نحن ربينا ببيت انه هيدي اللقمه بدها تنقسم 100%. فاذا انا لا سمح الله ما قدرت اعمل انكم ولا كنت مقصره، انا اكيد اخواتي. طب جاوبيني، جمعتي مصاري او لا؟ اخذوهم كلهم. كلهم كلهم. انه هلا عم ترجعي تبني حالك من اول وجديد؟ انه مثل كل اللبنانيه يعني. شو ما كان مين عامل حساب؟ بس ما نص اللبنانيه، اللبنانيه على راسي، بس في كثير عالم قدرت هربت مصرياتها. بك ما تفوتني بقصة سياسية. ما فوتك، انا ما عندي انتماء سياسي وما خصني بحدا. ما بتحكي سياسه؟ لا ما. اوكي جاوبيني على السؤال، اليوم جمعتي اموال، صار عندك ثروه من الرقص؟ لا ما عندي ثروه. طيب اليوم انت بتقولي انه الرقص هو اسهل واهين من الوظائف اللي عم يشتغلوها، اي وظيفه تانية بتطلع مصاري اكثر؟ قلتيها معي. انا قلت الرقص بيعمل انكم اكثر بس مش اسهل. طيب عال بيعمل انكم اكثر، اليوم ما بقى يعمل الرقص، بدي اذكرك تطلعي على كاميرتك، بدك تتذكري بهيدا الفيديو معي يوم حلقه بلا تشفير لما طلعتي ورحتي عند الممثلة القديرة هند طاهر، الله يرحمها. الله يرحمها. كان عندك مساج وصلتي لنا اياها بالحلقة، رح نشوفها برجع بسألك اسئلتي. بونسوار. كيفك؟ خليك مرتاحة. شو اخبارك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ طمنيني. ماشي كله تمام. كله تمام. وشغلك تمام؟ الحمد لله. كتر خير الله. انا جيت اليوم لعندك من بعد ما شفتك مع تمام بلاق ببلا تشفير بحلقه عيد الميلاد، كانت حلقه كتير حلوه. ميرسي كلك ذوق. وانت فنانه. الله يخليكي. واللي شفناه يعني ما بخبرك قد ايه كنت مقصره باللي حكيتيه وباللي قلتيه، وانت فنانه كبيره. تسلمي كلك ذوق. وعندك محبين، عندك ناس بتلحقك. كلك ذوق. ونحن كلنا حدك حبيبة قلبي. كلك ذوق بالوجه كتير كتير منتقدر هيك. كيفك كيف صحتك؟ نحن منقدرك كتير، نحن عنايك الدنيا. لا في طبابي، لا في زمات الفنان يمكن بيذكروا على التلفزيون هيك بيمرق مرق الطريق. ناقصنا شغلة يعملونا قانون مهني 100%. نحن بدنا شي فعلي اليوم عم نطالب فيه على التي في من خلال تمام بلاق، من خلال بلد شفير، انه الفنان لما يكبر بده يكون مأمن. ما بدنا نعوز حدا. انا فنانه اليوم قادره ارقص، العمر له حق طبعا. وغيري كتير ما بدنا ناس تبيعنا حكي. ان شاء الله يا رب تكون كلمتنا مسموعه يا رب، نتقدر نرتاح، يكون بالنا فاضي. ما نعطل هم بكرة، هم كبرتنا، هم مين بده يسأل علينا. رسالة كتير قوية بدنا شي فعلي، لأنه عنا ناس مخضرمين مثل أمثالك. تسلمي حبيبي. وناس لازم تتقدر. أنا كتير انبسطت بالقعدة معك. يا أنا ما رح أتأخر عليك، بدي إياكي تفوتي ترتاحي. أنا مرتاحة بوجودكم حبيبة قلبي. وأنا كات خلص ما بدي تصوير، بدي أقعد معها أنا لحالي، احكي انا، اتحدث انا وياها لحالنا. بدي اتشكركم كثير. هند طاهر عطاك عمره الله يرحمها، كان اخر لقاء معي انا وطلعت انت زرتيها بالبيت. سالتي كان في رساله وصلتيها انه قلت الفنان لازم يتقدر بكبره، الفنان غلط انه ما يلاقي حدا بكبره يوقف حده. انت اليوم كاليسار الرقص رح يوقف، رح يجي يوم خصرك ما بقى حيهز، واليوم نجوميتك ما بقى حتكون الراقصه الشرقيه الاولى، لانه جيل ورا جيل بيتغير.
اليوم شو عامله لا تقدري تضمني اخرتك اليسار؟ اليوم بعتي انت الراقصه الشرقيه الاولى يعتبر واللي بينحكى فيك تقريبا، مع احترامي لكل الراقصات، بس اليوم شو عامله اخرتك؟ بعد 4-5 سنين 10 سنين رح تعدي ببيتك، شو بدك تعملي؟ مأمنه؟ بصراحة لا، يعني أنا كنت على طول أقول لازم أعمل investment، لازم أفتح بزنس تاني parallel. بعد ما عملت هذا البزنس شو حتعملي؟ كيف عم تتحضري لآخرتك؟ مش خايف يصير فيكي مثل هند طاهر وغيرها؟ خيال متكل على ربه بده يجي هلا يفكر، بس هلأ ربنا عطانا عقل نفكر فيه كمان صح؟ مش قلنا ربنا اتكلوا علي أكيد، بس ما عطانا عقل فيك بدك تبرحس. طيب جاوبيني، رح يجي يوم يا الله شو؟ يا الله يلا. بعد هالمسيرة بعد هالمسيرة الفنية جاوبيني، بعد هالمسيرة الفنية شو معقول تصيري؟ إذا اليوم نجمة الرقصة الشرقية الأولى، تعرف ما كتير عم فكر ببكرة بعد أبداً. اللي قطعت فيه أوكي. وأنا عاملة كورونا 3 مرات صح، وبعد اللي قطعنا فيه عن جد صرنا هلأ عايشين، أعطينا خبزنا كفافة يومنا، قادرين نعيش ونأمن كل شيء. أنا من اليوم يعني ما قبل كنت عاملة فوكس للمستقبل وبروجيات وبدي أعمل وبدي سافر، خلص أنا حتى بشتغل عم يومك يومك أوكي. بعمل ديل أسبوعي صح. ما يعني بعد شهر ما عم أعرف شو ناطرنا، إنه عن جد عم بحكي ما في بروجيات براسي أوكي. آخرتي بدي أقعد من هلأ فوكس على آخرتي اللي بيجي من عند ربنا يا محلي أوكي. من شو خايفة من بكرة؟ خايفة من شغلة واحدة من بكرة، إنه خايفة بتعرف من حدا يموت بحبه معلقة فيه أوكي. يكون مثلا برا مسكر المطار ما أقدر أجي، يعني عندي خوف مثلا أمي تسخن ما أقدر أوصل، ما أقدر فوتها مستشفى اللي عم نسمعه يا عمي من صحيح. يومين على السوشيال ميديا بكينا مش دموع دمعة هيدي الطفلة 100%. ملاك إجت ملاك وراحت ملاك، الله يصبر أهله عن جد. شو بدي فكر ببكرة على اللي عم شوفه بيناتنا؟ أكيد حقك رح يجي وقت تقولي لهم للعالم أنا حوقف رأس قبل وقته تعتزلي؟ الاعتزال وأنا في القمة يمكن هيدا قصدي. أي متى؟ أي متى بتعتبري حالك أنه بالقمة صرتي؟ اليوم بعد ما بتعتبري حالك؟ لا ليك أنا لا الحمد لله اللي وصلت بالك، أنا طموحة بقصة الفن هيك، بس بحب اعتزل هيك كرمال انسان، كرمال حب هيك كبير، وقل له شفت هيدي المسيره اللي تعبتني حياتي كلها رح اتركها كرامه عيونها اوكي عرفت، واعتزل اعلن انه انا حبيت فحوقف. اللي صار محسوده انت انه ايه في حسد ايه، بس ما بخاف من الحسد. لا كيف بترتاحي بالليل؟ يعني في عالم بتأرجل، في عالم بتشرب سيجارة، في عالم بتشرب الكول، في عالم عندها طرق معينة، أنت اليوم ما بدك ترتاحي بينك وبين حالك كراقصة اليوم، شو اللي بيريحك؟ أنا ضميري مرتاح أوكي، بس في عالم قد ما الضغط عليك بيجي بالليل أنه بدك ترتاحي؟ لا أنا بالليل الحمد لله يعني بلا حسيدة، إنه ما عندي إنه باخد حبوب أو بدي أشرب أو بدي أعمل شيء. عن جد ولا مرة تعطيت حبوب أعصاب هدوء؟ بلا قطعت فيها، قطعت أوكي. أنا قلت لك واقعية وقاطعة بكل فازات الحياة أوكي. أخدت عطاني حكيم عطاني دواء شو هيدا وحي عصني أنا ما بخاف، بس إنه وصف لي ودواء أنا قلت إنه يمكن مرخي للعضلة هيك طلع هيدا دواء مش منيح، انه انا بعد فتره حسيت حالي عم برجع لورا نو ايموشنز، صرت سرني وهيك كبيته ليلى يعني، بس بيقولوا لك طلع منه هيدا هيدا سم هيري اسمه اوكي، هيدا الدواء سم هيري اوكي. بطلت قادره اتمرن، بطلت قادره اروح على الجيم، وقفته وقفتيه نهائيا وقفته أوكي. ولا اليوم انا ما باخذ دواء اعصاب ولا شي. ابدا، ومين ما بيجي بيقول لي انه انا عم باخذ دواء اعصاب بقول له ليه اوكي روح اعمل يعني يوغا. انت ضد يعني انت ضد حبوب الاعصاب، ضد شرب الكحول بالليل؟ بتشرب الكحول كثير؟ انا لا ما بتشرب الكحول اوكي، ما بحب الكحول، ما بتفضليها؟ لا بيعمل لي حرقه ومنه يعني شو بحل لي مشكلتي صح. روح اتمشى، بتعمل بسيني على الطريق، انا هيدي لحالها بتشلي تنشن النهار كله اوكي. اليسار قبل ما نروح لفقره
شوف رجع علي، لأنه مع كل رقصة في هيك سؤال صغير وسريع. جاوبيني اليوم، هزيت العالم برقصك، بخصرك، بجسدك، اليسار، بشو هزيت العالم بكل صراحة؟ أنت اليوم بس نقول اليسار بتهز العالم، بشو؟ بجسدك، بخصرك، برقصك كرقص. أكيد رقصي حلو، وعندي كتير ناس بتحب رقصي وستيلي على المسرح، بس تعرف أنا شو هزيت العالم مزبوط؟ ببرودة أعصابي وبعبارة إنه على السكوت جواب العظماء. أوف، هيدي الشغلة الوحيدة مرات بغاروا مني تطلع على المسرح. نعم؟ رقصي؟ لما تطلع على المسرح أمرار بقولوا لك هي كتير حلوة إليسار، هي نصحاني شوي ضعفان، عطول بغلي برقبي أرقبوكي. ايه العالم مرات بتشتغل ميزان، نصحاني، ضعفاني، صفرة، حمراء. انت نصحاني أو ضعفاني؟ أنا هلأ ضعفاني. ضعفاني منفسي. اوكي، بس هلأ أنا باخد دواء. اوكي، منفسي علي. ايه إليسار، قبل ما نروح للرقص بعيد الأضحى، أو شي شربي بليز هيدي. بشرب. إليسار، الناس كلها ناطرتك الليلة، كيف بدك تولعي مع تمام بليلة عيد الأضحى؟ كلهم ناطرين رأسك، كلهم ناطرين تمام القوة تبعيتك. رح ألتقى فيك بعد البريك الإعلاني. أضحى مبارك، سلف. يلا حنرجع نلتقى هوني. جاهزة؟ أوكي. جاهزة. جاهزة حالك، تفضلي. مع إليسار والسهرة بالرأس الشرقي مع أنواع كتير حلوة وجو رائع جدا بليلة عيد الأضحى مع تمام بلاك.